يعني حتى واحنا في الفاصل بنتكلم مع بعض عن الموضوع المهم جدا وبالنسبة لنا هو التواضع، وجبنا امثال كتيره جدا من ناس وصلت لحته يقول لك انا مش هعرف انا اتعامل مع الناس كده عادي، لازم يكون ليا مكانه، انا ايمج، انا لازم اتعامل مع الناس بطريقه معينه عشان هو ده الصح في السوق. غلط جدا، لان التواضع احلى حاجه في الدنيا، انك تطبطب على حد، انك تتكلم مع حد، يكون عندك صدر رحب وما تحسش انك انت عملت حاجه مختلف عن البشريه، من تواضع لله رفعه، وده اللي دايما بيحثنا عليه ديننا. النهارده نتكلم مع الدكتور وداعي الاسلامي محمد علي اللي بيشرح لنا ديننا ببساطه وبيسر، وهو راجل متواضع بيجي معنا الحلقه النهارده. منورنا. اخبارك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يسترك. الحمد لله. ازيك؟ كله تمام. الحمد لله رب العالمين. بيبدا التواضع بالله، من تواضع لله نعم رفعه الله، يعني نعم. رفعه الله. طب يعني معنى كده ان انت تتواضع ان انت تقيم او تقيم او تقدر النعمه اللي ربنا مديها لك، فمش انت السبب في ان انت عملت حاجه زي كده، هو ربنا هو اللي عمل كده. هل هي دي البدايه عشان اقدر ان انا، خليني اقول ايه، اشرب الكلام ده، احس بالكلام ده، عشان يوم ما يجي لي فكره اصل انا ناجح مثلا، انا ما فيش زيي، اقول لا، اللي رزقني هو ربنا مش حد تاني، صح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا خلينا نقول للسادة المشاهدين يعني إيه التواضع. الناس كلها بتسمع تواضع تواضع تواضع، طب يعني إيه تواضع؟ يعني أعمل إيه عشان أبقى متواضع؟ ببساطة شديدة جدا، التواضع هو ترك التعظيم والمباهاة والفخر بما في الناس من فضائل، وإظهار التذلل والخشوع لإخوانك المسلمين. تمام، حلو ده. بس أنا عايز أقف وقفة هنا قبل بس ما أخش في صلب الموضوع. طب يا ممدوح، إظهار التذلل والخشوع ده مش معناه إن أنا أبقى مذلول، يعني إن أنا أبقى أبقى، لا، هو العز في خضوع. العز في خضوع. ولذلك لما رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا متماوتا مظهرا للنسك، عارف انت بقى الناس اللي هي عايشة الدور بقى وانا متواضع وانا مش هو ده التواضع خالص، عمر بن الخطاب عمل ايه؟ ضربه بالدرة وقال له لا تمت علينا ديننا أماتك الله. مش هو ده التواضع؟ مش ده الطريق اللي انت المفروض تمشي عليه؟ مش ده الطريق اللي انت ما تظهرش للناس عكس الصح، عكس الصحيح. طيب، هو ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني ايه بقى؟ يعني ان انا اكون متذلل لاخي المسلم. ولذلك في آية في سورة الحجر، واخفض جناحك للمؤمنين، وفي سورة الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عارف يعني ايه بقى يا ممدوح؟ عارف الطائر لما يبسط جناحيه ثم يضمهما او يضمهما على فراخه او على صغاره، هو ده التواضع. واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، يعني معناه كده الطائر لما مغرور ما بقاش ماشي كده متباهي، خدهم تحت جناحك، ابقى هادي الاهتمام، قربهم منك، خليهم يحبوك، تواضع ليهم، اقعد معاهم، شوف مشاكلهم ايه، اتعرف عليهم، تواضع ليهم. النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي قبل ما اقولك على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا تبارك وتعالى خاطبه في القرآن فقال عز من قائل فبما رحمة من الله لنت لهم. الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله يفتح عليك. فبما رحمة، الماء هنا موصولة، الماء هنا موصولة زائدة، يعني فبرحمة من الله لنت لهم. انت ما لنتش ليهم منك انت، ده انت بسبب رحمة ربنا لنت ليهم. فبما رحمة، اي فبرحمة من الله لنت لهم. طب ولو كنت فظا غليظ القلب متكبر لانفضوا من حولك، تركوك ومشى. وقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: العز ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني في واحد منهما قصمته. قصمته يعني كسرته. وما وفي رواية: عذبته، وفي رواية: أدخلته جهنم، وفي رواية: أدخلته النار. إزاي أنا أكتسب صفة التواضع؟ يعني أنا سؤال حلو مثلا. سؤال جميل قوي. أجالس الفقراء. كان صلى الله عليه وسلم يجالس الفقراء يا ممدوح. مش معنى ان هو الخادم بتاعي ان انا ما اقعدش واكل معاه، او ان انا ما اكلوش، او ان انا ما ركبوش قدامه وانا اركب ورا اقول له يمين شمال، ممكن اركب جنبه كمان في السياره عادي جدا، حتى لو هو السائق بتاعي انزل اسلم على السكيورتي بتاع العماره، على بواب العماره، على النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس اهل الصفه. عارفين يعني اهل الصفه؟ الصفه ده بالمناسبه كان مكان في اخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حائط كانوا يتوجهوا إليه إلى بيت المقدس قبل ما القبلة تتحول بعد 16 شهرا، تحولت القبلة من بيت المقدس لمكة. فكان الأول بيتجهوا لمين؟ كانوا الأول بيقفوا كده في آخر المسجد ويتجهوا لبيت المقدس، فلما حولت القبلة أهمل هذا الحائط، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة اللي هم فقراء المهاجرين، لا مال لهم، لا أهل لهم، لا مأوى لهم، كانوا يأوون إلى هذا الحائط الذي ظلله النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة هي الحجرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الصدقة كان يرسل إليهم الصدقة كلها، لأن زي ما حضرتك عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. الصدقة لا تجوز على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا على آل سيدنا محمد، هم لهم الخمس من الغنائم، لكن الصدقة كان لا يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، تجوز عليه، لكن كان يقبل الهدية، وكان يشاركهم في الهدية، وكان يرسل إليهم إذا أهداه يعني أي شخص هدية، كان يرسل أبا هريرة، لأن أن أبا هريرة كان من أهل الصفة أنفسهم. ده أنا لو أقول لك أسماء من الصحابة فقراء كانوا لا مأوى لهم، لا أهل لهم، لا مال لهم. بلال بن رباح، أبو هريرة، صهيب، يا خبر أبيض، ممكن أعدلك كتير، كانوا دول من أهل الصفة، كان هدومهم مرقعة، فالنبي كان يجالسهم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي جلس على ركبتيه يواسي طفلا مات عصفوره. قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أخو أنس بن مالك كان اسمه عمير، كان معه عصفور كان بيلعب بيه فمات. فالنبي كان يتواضع للأطفال ويجي قعد على ركبته كده يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ تواضعا صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا التواضع. وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان جالسا وسط أصحابه في مسجده، فدخل عليه أعرابي وكان لا يعرفه، فعقل جمله وقال للناس: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أصحابه: هذا الرجل الأبيض الذي يجلس هناك. وكان لا يفرق بين، من تواضعه كان يجلس معهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إزاي أغرز صفة التواضع في أطفالنا؟ لأن دي لازم من نشأة. صحيح. نقدر نعمل إيه؟ إحنا قدامنا دقيقة. دقيقة بس؟ والله لا، يعني احنا دايما اولا: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. انا اعود ابني ازاي؟ واحكي له قصص النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف ابوه التواضع. ابوه لما يشوفه هو بيعامل سايس الجراج وهو بيعامله بكل تواضع وادب ورقي كما يعامل الوزير، لا فرق لعربي ولا لاعجمي عند الله عز وجل الا بالتقوى. يبقى هو شايفني انا بعامل سايس الجراج ازاي؟ الولد هيطلع يعمل كده. بيشوفني بعامل ازاي حارس العماره، يطلع يشوف بعامل كما تحب ان تعامل. بالظبط كده، عامل كما تحب ان تعامل. والسنه والسيره النبويه فيها ما فيها. انا هختم لك بقصه في نص دقيقه بس عشان وقتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحده تخدم المسجد اسمها ام محجن، امراه يرانا سوداء،
يعني عارفة أنت امرأة سوداء كويس كانت تخدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم في إحدى سفرياته فماتت المرأة، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تفقدها فلم يجدها، فسأل عنها فقالوا ماتت يا رسول الله. قال دلوني على قبرها، فوقف على قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. كانت والنبي نفسه كان متواضع، كان يحلب شاته ويقم بيته، يعني يكنس بيته ويحلب شاته ويخصف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم. فإذا حضرت الصلاة كان في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قالت عائشة خرج إلى الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التواضع 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 صفة احنا كلنا لازم الحقيقة مش بس نتعود عليها، نعلمها لأولادنا، لأن فعلا من هم صغيرين محتاجين ان هم يعرفوا ان لو اتعاملوا مع الناس بتواضع اللي هو الطبيعي هيكبروا يكونوا ناس سويين.